خلق الإنسان وهو يمتلك فضولاً كبيراً لمعرفة كل ما يدور حوله، فدائماً يسعى لمعرفة كل ما هو جديد وغريب في هذا العالم. وقديماً كان الناس يستكشفون العالم من خلال السفر إلى كل بلدة، أما الآن أصبحنا قادرين على معرفة كل شيء فقط من خلال ضغطة زر واحدة. ونحن اليوم سوف نأخذكم في جولة حول العالم لمشاهدة 11 ظاهرة جنونية ربما تراها لأول مرة، فتابعونا. قبل البدء لا تنسى أن تضغط إعجاب على الفيديو وأن تتابع قناتنا وتفعل جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. هل أنت مستعد؟ هيا بنا. ظاهرة تعدد الأسنان. هل تعلم كم عدد الأسنان التي يمتلكها الإنسان العادي؟ إذا كانت إجابتك 32 فهذا يعني أنك من ضمن الأشخاص الطبيعيين، فهناك أشخاص يمتلكون أسناناً أكثر بكثير من هذا العدد، وهي ظاهرة تظهر في الأسنان بدرجات متفاوتة، فهناك البعض ممن يمتلكون سنتين إضافيتين، وأحياناً تصل الظاهرة إلى ذروتها، بحيث يمتلئ سقف الفم بالأسنان الإضافية. أما هذا الصبي الهندي الذي يدعى أوشيكاباي حطم كل الأرقام الغريبة، ففي عام 2014 أجرى عملية جراحية استغرقت حوالي 7 ساعات ليمتزع فيها أكثر من 232 سنة من فمه، وقد كانت تلك الأسنان تسبب آلاماً كبيرة له وكانت تمنعه من الأكل تماماً. سيارة السمكة. يعتقد بعض الناس أن السمكة من أكثر الحيوانات الأليفة المملة على الإطلاق، وذلك لأننا لا نتجادل أو نلعب معهم، فقط هم يسبحون في حوضهم ونحن نشاهدهم من دون حتى أن يقدروا على التعرف علينا وتمييزنا عن بقية الناس. ولكن هذا الرجل المبدع قرر أن يجعل من السمكة المملة حيواناً أليفاً مثيراً يتحرك في كل أرجاء المنزل، وقد تمكن من ذلك من خلال هذا الاختراع المذهل الذي أطلق عليه سيارة السمكة، وهو قادر على التقاط حركات السمكة داخل الماء من خلال كاميرا مصغرة بالأعلى وتحريك العجلات تلقائياً على أساسها، وقد جعل سرعة الآلة محدودة جداً لكي لا تسقط المياه على الأرض وتتعرض السمكة لخطر الموت. العسل الملون. منذ عدة سنوات لاحظ مربي النحل في شمال فرنسا ظاهرة غريبة جداً من نوعها، فمن دون أي سبب أو تفسير منطقي بدأ النحل في تلك المزارع بإنتاج عسل ملون، ومن المعتاد رؤية العسل بألوان مختلفة ولكنها جميعاً تندرج تحت الأبيض والأصفر والعسلي، ولكن ما نتحدث عنه مختلف كثيراً، إذ أن النحل قد بدأ في إنتاج عسل باللون الأزرق والبني والأخضر، وبعد إجراء أبحاث وتحريات مكثفة اكتشفوا أن سبب العسل الملون هذا يرجع إلى مصنع الحلوى الموجود بجوار المزرعة، إذ أن النحل كان يذهب إلى هناك ويتناول بعضاً من تلك الحلوى الملونة فتؤثر على إنتاجهم وتخرج عسلهم بتلك الألوان المذهلة. وقد كان العسل الملون هذا ذا مذاق غريب جداً، فقرر المنتجون عدم بيعه في الأسواق. سيرك الهيلوغرام. الكثير من الناس يعتقدون أن فكرة ترويض الحيوانات لتقديم العروض في السيرك أمر قاس وغير إنساني، وذلك لأن ترفيه البشر لا يتطلب تعذيب الحيوانات. في العام الماضي استطاع المسؤولون في السيرك الألماني رونكالي ترفيه البشر في السيرك دون تعذيب أي حيوان، تم ذلك عن طريق عرض صور ومقاطع للحيوانات بطريقة هيلوغرامية. وبالرغم من أن هذه الطريقة تتطلب مجهوداً وعناء كثيراً، إلا أن هذا يحافظ على حقوق الحيوان. آلة بيع السيارات. لو كنت تعيش في دولة متقدمة فمن المؤكد أن عملية شراء السيارة ستكون عملية سهلة وبسيطة، وذلك لأن هذا المبنى المكون من 8 طوابق يعمل بصورة آلية، ويمكنك من خلاله اختيار السيارة التي ترغب في شرائها ودفع الأموال والانتظار حتى يتم إحضارها لك بصورة آلية. تم تصميم هذا المبنى من خلال واحدة من الشركات المعروفة باسم كارفانا،
ويقال إن 24 مبنىً من هذا النوع موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. مملكة العناكب تم تصنيف عام 2011 على أنه أكثر عام مطير في تاريخ باكستان، وحينها تعرضت مقاطعة سندا للغرق بالكامل ولم تجف المياه منها حتى بعد مرور عدة أشهر. هذا ما جعل العديد من الحيوانات تتكيف مع هذه الظروف، حيث إن العناكب كانت تصعد على الشجرة حتى تبتعد عن المياه. وهنا يمكنك أن ترى كيف تظهر هذه الشجرة بعد أن تمكن عدد كبير من العناكب من حياكة خيوط الحرير بين أغصانها. الأمر المفيد من هذا الشيء هو أن هذه الخيوط ساهمت في قتل عدد كبير من البعوض المزعج في هذه الدولة. شجرة الأوكاليبتوس أو قوس قزح. هنالك شجرة من نوع الأوكاليبتوس، وأطلق عليها العلماء اسم الشجرة قوس قزح نتيجة لأنها ملونة بهذا الشكل غريب، حيث قال إن لونها في البداية يكون لوناً أخضر، ولكن مع زيادة العمر والنمو تبدأ باقي ألوان قوس قزح في الظهور على جذعها. الأمر الأكثر دهشة هو أن الإنسان لم يتدخل في هذا الشيء، بل إنه من صنع الطبيعة، وهذه الشجرة موجودة في الفلبين وإندونيسيا وغينيا الجديدة. 8. موجة النحل. تعد خلية النحل واحدة من الأشياء الغامضة والغريبة جداً الموجودة في الطبيعة، حيث يقال إن وزن الخلية الواحدة من الممكن أن يصل إلى 45 كيلوغرام، ويعيش فيها أكثر من 100,000 نحلة. هذا يعني أنهم لديهم أساليب وتقاليد غريبة يتم اتباعها حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم من أي حيوان آخر مفترس، ويتمثل ذلك في الأمواج التي يقوم بعملها، وهذا يوهم أي حيوان ولا يجعله يفكر في الهجوم عليهم. التحليق في الهواء مع الطيور. هذا الرجل يدعى كريستيان مولوك، وهو عالم في الأرصاد الجوية، ولكن كثيراً ما يهتم بعلم الطيور. استطاع أن يؤكد لنا أن الطيور تعاني كثيراً في عمليات الهجرة الموسمية بسبب الطائرات في السحاب، ولهذا حاول البحث عن طريقة مناسبة حتى يتمكن من حل هذه المشكلة لدى الطيور. ومنذ عام 1995 وهو يقوم بالطيران مع هذه الطيور كل سنة في موسم الهجرة بالطائرة الخاصة به من ألمانيا إلى فرنسا، ويتم ذلك عن طريق أن يتولى كريستيان القيادة حتى تثق الطيور فيه، وحينها تتبعه حتى يتمكن من وصف أسهل طريق لهم بعيداً عن الطائرات. 10. رداء شبكة العنكبوت. حينما تسمع هذا الاسم لا شك من أنك ستصاب بدهشة وقشعريرة لا مثيل لها، حيث إنه بالفعل تم صناعة هذا الرداء من شبكة العنكبوت الحقيقية. يقال إنه هنالك فصيلة تعرف باسم عنكبوت الموز تعيش في مدغشقر، إذ أن الحرير الذي ينتجه هذا العنكبوت يتمتع بمرونة كبيرة ولون ذهبي مميز. ومنذ القدم كان يتم استخدام هذا الحرير في صناعة ملابس خاصة بالأمراء والملوك، وصناعة هذه الملابس تحتاج إلى وقت وعناء كبير، حيث إن الأمر من الممكن أن يستغرق 4 سنوات حتى يتم صناعة رداء واحد. 11. ذيل الفيل. من الطبيعي أنك ستظن أن ذيل الفيل ليس بمثابة العضو الغريب الموجود في جسد الفيل. يوجد على جانبي نهاية الذيل شعر أسود طويل وخشن، يقال إن هذا الشعر يستخدم في إبعاد الحشرات المزعجة التي تقف على جسد الفيل، بالإضافة إلى أنه من خلاله يمكنه أن يلمس أي شيء يقف خلفه، لأن الفيل يواجه صعوبة في رؤية كل شيء خلفه بسبب كبر حجمه. ما هو أكثر شيء أصابك بالدهشة اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات. نراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.